أنا معكم مستمعين العزاز، ونتشكر صراحة الاختيارات الجميلة جدا. يعني شيرين رائعة لسه في الدنيا أمل، أكيد لسه في الدنيا أمل. الحمد لله الأمل غادي وكيكبر، والحمد لله الحمد لله أن القلوب مطمئنة غادي في البناء والعمار، ونتمنى وإن شاء الله يا ربي أنها ذكرى ما تنعاد. يا ربي تحفظ بلادنا، ويا ربي تحفظ المغاربة كاملين سالمين أمنين يا ربي كاملين. فبغينا نطمئنوا على أخباركم، نطمئنوا على حالتكم النفسية شوية، نحاولوا نشوفوا كيف داير الوضع عندكم. للناس اللي شوية تأثروا بهذه الفجعة هذه، أكيد أنه بانت عليهم علامات وأعراض كتير كبيرة، بما فيها قلنا الشق النفسي هدرنا عليه، وأيضا غادي نحاول نتكلموا حتى بعض الأعراض والعلامات اللي كتكون صحية عارضة ما كيربطوهاش بالشق النفسي، وتحديدا أمراض الجهاز الهضمي. كتير من الناس صراحة تواصلوا معنا وقالوا لنا بانوا علينا بعض العلامات والأعراض، هذا الشيء اللي خلانا التفتوا لهذا التخصص ديال أمراض الجهاز الهضمي. هل من علاقة فعلا ما بين الأحاسيس والمشاعر اللي كنمروا منها، سواء كان توتر فزع خوف حزن، مع اضطرابات الجهاز الهضمي وتحديدا القولون والمعدة؟ فدكتور نور عقال مشكورة لبتنا الدعوة كيف العادة دائما، مشكورة حبيبتي على حضورك معنا. دكتور نور عقال دكتور اختصاصية في طب الأمراض الجهاز الهضمي، صباح الخير. صباح النور سمية، صباح الخير على المستمعات والمستمعين الكرام. كنتمنوا لهم بداية أسبوع موفقة، وكنتمنوا إن شاء الله هذه الكارثة ما تعاودش، هذه الفاجعة اللي وقعت ما تعاودش. نطلبوا على الله يا ربي الناس تجاوز الوضع إن شاء الله، ربي يحفظ لنا المغرب ما تعاودش توقع إن شاء الله. الحمد لله احنا كنشتغلوا باش نتجاوزوا الوضع، ياك نكونوا أكثر قوة الحمد لله، وأكثر إرادة وأمل في الحياة أكيد فينا. تستمر فالحياة وتستمر، فغادي نحاولوا نواجهوا هذه المشاكل وهذه العلامات. أنت قبل أنا قلتي لي أنه كاين بزاف ديال الناس جاو عندك التشخيص في العيادة، وهادشي بشرتي أنت بشكل شخصي أنه ظهروا علامات وأعراض، كان اللي كان المريض كيتبع وكان اللي أول مرة كيجي ربما التشخيص. ناخذوا فكرة بعدا على الوضع، هل من علاقة ما بين الحالة النفسية كحزن توتر والأمراض ديال الجهاز الهضمي؟ فعلا سمية، هناك واحد العلاقة وطيدة ما بين هذه الاضطرابات هذه النفسية اللي كتصيب الإنسان والعلامات اللي كتبان على الجهاز الهضمي. إما كيكون عندنا الشخص مؤهل، يعني كيكون عرضة أنه كيتصاب لأن عنده واحد الأرضية، واحد النفسية اللي كتكون كما كنقولوا تعبانة، واحد النفسية ديالو اللي كتكون مهيئة، واللي إن فوقع هذا الزلزال إن فوقعت هذه الفاجعة تأثر بواحد الشكل كبير. لأن ملي كتكون الأرضية كما كنقولوا هشة، ولا كتكون الأرضية مهيئة، دغيا كيتأثر الإنسان، يعني دغيا كتبان عنده داك نوبات الهلع، لونكسيتي، لو ستريس، القلق، التوتر، يعني كيكون أكثر عرضة. وكاين الناس اللي ما عندهم والو واللي عاد بانوا عندهم هاد العلامات إيزون سوماتيزي، يعني داك الخلعة وداك وفوالا داك القلق فيقات عليهم شي حوايج اللي ربما ما كانوش عارفينها، واللي أول مرة كيجيو يدوزوا عند اختصاصي الجهاز الهضمي اللي كيحاول. حنا ديما الدور ديالنا كنقصيو أولا 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 وقبل كل شيء الأمراض العضوية، حنا غنطرقوا عليها. يعني عندنا كشوفات، يعني كشف سريري، زائد بعض الحالات تحاليل، بعض الحالات راديوات اللي كنديروهم، حيت ما خصنيش نقول فقط غير الهلع والخلعه ونخلي اسباب عضويه اللي تقدر مثلا التهابات وشي حاجه اللي تقدر تضعف. دونك كيبقى هذاك سي ديغنوستيك حتى هو، ولكن ما خصنيش نخلي بعدا حتى نقصي الاسباب العضويه عاد نطرقوا ليها. دونك الناس سميه في هذه الايام اللي مباشره مورا الزلزال كان استشارات طبيه عديده وكثيره في العياده لاحظناها، اللي كيجي الانسان كيكون صحه سلام كيقول لك انا جاتني واحد الخلعه، مشات لي الشهيه، مشات لي الشهيه، تقليت الشهيه، فقدوا الشهيه، ضعفوا. يعني كيجي عندك يقول لك طيحت واحد 2 كيلو في اسبوع، ولا في ميم با دابا تقريبا واحد 15 يوم، يعني ضيع الوغ كو يعني مولف ما كينقصش الوزن ولا كيزيد في الوزن، ولا عنده كاع نقولوا حنا زايد في الوزن، ولا عنده روبيزيتي، كيجي كيكون نقص. يعني هذا الشيء مناش هذا فقدان الشهيه مناش، هذا الشيء عنده علاقه بتراكم الاضطرابات النفسيه اللي كتكون على شكل يعني فوبيا الزلزال. يعني طول احنا فوبيا يعني التعريف ديالها على المستوى النفسي ولا الطب البسيكولوجي كيقول لك فوبيا الزلزال، اللي كتعطينا هلع، كتعطينا ضيق التنفس في بعض الحالات، يعني الانسان كيجي اون ديسبني ما كيقدرش يتنفس، تسارع دقات القلب، هذا الشيء كله عنده علاقه بهذه المشاكل هذه اللي وقعت. كذلك عنده ضغط نفسي، يعني الانسان مضغوط نفسيا، نقولوا مثلا دوز واحد الاسبوع اللي هو صعيب في الخدمه ولا في الدار ولا في البيت ولا مع الوليدات الله يحسن العوان، وجا هذا الزلزال بحال الا فاقم ليا الوضع ديال داك الانسان، كوسوسوا لا ماما ولا لو بابا، يعني تزاد عليهم الحال. اذا كيجي عنده واحد يعني واحد لا كريز دو بانيك، كيجي كيقول لك مخلوع، كيخاف، ما عارفش الناس اللي دايرين به،
كاين لي دار لينا دي تروبل دو فيزيون ما بقاش يشوف مزيان تيقول لك تيقول لك انا صافي الضبابه شوف ما بقاش الضبابه هذا الشيء هو اللي دوزتي عند طبيب العينين غادي يقول لك ما عنده حتى حاجه ولكن هذا الشيء كله عنده علاقه بواحد لي نيفو دو ستريس ولا واحد لو ديكلونشمون ديال واحد لو ستريس ايغو واحد القلق ولا واحد التوتر اللي جا حاد يعني حيت الزلزال ما كيشاورش جا وقع وقعوا معاه هاد النوبات هادو ديال الخلعه ديال يعني وقعوا هاد المشاكل هادو وبعد ما داز الزلزال طحنا في قلق ما بعد الصدمه ولا كنعيطوا له حنايا داك لو شوك بوست يعني ما بعد كاين الناس اللي جاتهم سريع في الترانزيت جا عنده اون دياري الوغ كو هو ما واكلش اسهال ما واكلش شي حاجه اللي صعيبه كاين الناس حنا اللي شفناهم في لا كونسلطاسيون عنده امساك هو كياكل عادي ولكن داك الضغط وداك الانحباس وداك الشيء ولد له واحد يعني بطء في حركه المسران وفي حركه الجهاز الهضمي على كل وبالتالي مسران وثقال دار له غازات دار له الام هادشي كله جاي من الاضطراب النفسي اللي كان عندنا ناتج على الزلزال يعني اون كريز اللي ولدت لينا بعض الحاجات اللي ما كانوش وبانوا او كانوا بساط وزادوا تفاقموا مع هذا الوضع هذا ديال الزلزال. انا كنتكلم على الجهاز الهضمي اكيد بالدرجه الاولى المعده القولون ياك جاونا دي كريز ديال المعده على ذكر المعده اتصلت بيا واحد السيده ما قدراتش تجي العياده ولكن جاتها اون كريز دو غاستريت يعني هي عارفه راسها متبعه على المعده وعندها جرثومه المعده وخدات عليها العلاج وتشافات منها ولكن مع هذه الفاجعه ديال الزلزال تصوري معايا سميه بهذا الاسلوب قالت لي عندي عقده في المعده عندي عقده يعني بحال اون كريز دو غاستريت تلوات عليها السيده ساكنه في 5 ايطاج بوحديتها مع العائله ديالها يعني والوليدات الصغار وداك الشيء يعني بحال اللي جاتها واحد نوبه هلع شديده فيقات عليها المعده حنا قلنا انها تعافات ما بقاش عندها مرض تجاوزت داك مرحله الجرثومه والعلاج ديالها الحمد لله بنجاح ولكن من وقعت هذه الفاجعه بحال الا صار ديكلونشي حنا عارفين باللي لو نير 10 ولا لو نير فاغ كيهبط لينا من الراس عنده علاقه مع الجهاز هو اللي يعني كاين علاقه كاين علاقه هو اللي كيتحكم لينا في الجهاز الهضمي وبالتالي بانت عندها هذه الالام حاده ما كتقدرش تاكل والا كلات كيجيها قيء ولا غثيان يعني اثر عليها بواحد الشكل كثير جاها حرق راس يعني هادو علامات اللي حنا كنلاحظوهم كنشوفوهم في الاستشاره على مستوى الجهاز الهضمي دونك هاد السيده هادي واخا خدات ادويه تصوري معايا ما كانش تحسن وما كانش استجابه في الاول حتى دازت واحد يومين ولا ثلاث ايام وتهدات النفسيه ديالها نفسيتها عاد بان فوق يعني حتى حيدنا داك القلق وبدات شويش الامور كترجع الى مجاريها وبدات بحال تقول لي الناس كتقاسم داك داك يعني حيت حتى ملي كدوزي بواحد ليفينمون اللي شويه حزين الا كان الانسان بوحدو راه كيتاثر الا كان بارطاجي ولا كيتقاسم ولا كيتشارك داك الحزن ديالو ولا كيتكلم مع الناس اللي معاه في المحيط ديالو بحال اللي كيرتاح من الداخل يعني النفسيه ديالو القلب ديالو بحال اللي كينشرح واحد شويه اذا داك السيده تجاوزات هذيك المرحله يعني دعم خليناها باش نهضروا على القضيه باش نوضحوا الدعم ولما العائله واللي كان بوحده ماشي بحال اللي كان مع اسرته وكانوا شادين وحاضنين بعضياتهم حتى هذا كيلعب دور كثير في طمأنة النفوس فعلا فعلا مزيان. فعلا يعني تشارك الازمه يعني هي ازمه ما غاديش نقولوا لا ولكن ملي كنتشاركوها وهذا كتكون يعني اقل حده يعني الاعراض كتنقص من بعد خدات الدواء تحسنات الحمد لله وكما كنقولوا تستمر الحياه يعني اي حاجه واخا نيجاتيف راه فيها لو بوزيتيف القولون العصبي اللي هضرنا انه في الايام العاديه من غير هذه الفاجعه هذه كنقولوا كاين ارتباط وثيق جدا ما بين الحاله النفسيه وما بين الناس المرضى ديال القولون العصبي يقدر بسبب الحزن يعطيني القولون العصبي فعلا القولون العصبي يقدر يعطيني اكتئاب يعني واحد لو سيركل فيسيو لان هي متلازمه هو مرض شائع الاشخاص اللي كيتشكاو منه كيكونوا دائما كيزوروا الطبيب كيتشكاو من امراض عضويه وعندهم مشاكل حتى على مستوى النفسيه ديالهم هو مرض وظيفي كيكون عندنا فقط خلل في الوظيفه ديال المسران كتكون عندنا اوسي واحد لو تروب دو موتريسيتي لان المسران ما كيتحركش مزيان اما ثقيل غالب الاحيان كيكون ثقيل او لا سريع وبالتالي كيؤدي لنا الاسهال زائد ارتفاع في الحساسيه ديال المسران المسران تصوري معايا كيكون حساس ولا كتكون اون سونسيبيليتي لو كونتوني اللي فيه الغازات اللي فيه كيكون هو سونسيبل ليها يعني ملي كتكون غازات كتزاد حده الالم وبالتالي كتاثر ليا على الراس كتكون واحد الشقيقه
معاه حتى هي. في بعض الحالات كيكونوا عندنا الام على مستوى الصدر كدوزيه عند طبيب القلب ولا الطبيب ديال الاختصاصي ديال الامراض التنفسيه تيقول لك السيد ما عنده والو. دونك داك المسران تير ممكن تكون عامر بالغازات والحساسيه ديال الكونتوني اللي فيه كتكون زايده كيتنفخ كيدفع ليا حتى القفص الصدري وبالتالي كتكون تسارع في دقات القلب اللي عندها علاقه بالمسران. هادشي كله كيؤدي لواحد الاكتئاب لواحد الاضطراب نفسي اللي كي الانسان كيكون كيتشكى منه. دكتور نورة عقل تهيج القول العصبي شنو من علامات واعراض كيعطيني؟ عندنا اول حاجه علامات على مستوى الجهاز الهضمي الام في البطن كيقول لك لو كادغ كوليك يعني كيقول لك المسران كيحزمني يعني بحال اللي عنده شي حزام هنا في وسط البطن كيزير عليه كيضيق عليه كيتنفس بزاف. طيب حنا لاحظتي معنا مكالمه ياك وايضا غندعو المستمعين ديالنا يشاركوا معنا همهم والمهم ومشاكلهم بطبيعه الحال اللي تعرضوا لهاد النوبات وهاد العلامات لداعي للقلق. اكيد حنا غادي نتكلموا على فتره العلاج ونتكلموا على شنو الحلول اللي ممكن نقدموها ياك دكتور المستمعين ديالنا باش يطمئنوا وياخذوا الامور بجديه. ارقامنا اللي هي 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. غادي نمشيو لدمنات غادي ناخذوا اتصال سي عبد الله. سي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. شخبارك على سي عبد الله لاباس عليك؟ كيداير صحيحه؟ كلشي بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. سول عليك بخير. الله يبارك فيك. العائله الناس دمنات كلشي بخير؟ الحمد لله لا بخير هاد الساعه الحمد لله. عندنا هادشي اللي عامات كاع المغرب كيبقى النفسيه خويا عبد الله شويه الحمد لله. ايه الحمد لله دابا بخير الحمد لله. ايوا الحمد لله. اولا غادي نعزي هذوك الناس اللي ميتين في الزنزال يلاه يرحمهم ويصبر لعائلاتهم امين ونتمنى لهم المعطوبين الشفاء نعم الله يا ربي امين. هي بغيت نسول الاستاذ الدكتور عندي مرض الجهاز العظمي دوزت عند جوج طبيبين في مراكش بلا ما نقول السميه ديالهم داك الشيء في كاف وبغيت شي حاجه منكم. شنو المشكله عندك على سي عبد الله باش كتحس؟ كيكون عندي الحريق وما كتكون عندي الشهيه ديال الماكله. دابا مازال ما فطر حاليا. هادشي قبل ولا تم وقعت الفاجعه عاد بديت كتحس بهادشي؟ قبل تقريبا شي 3 سنين هادي ولا 4 سنين كنعاني بهادشي ومشيت عند الاختصاص في مراكش. والله الاختصاص دار لي المنبر كل واحد دار فيهم دار لي المنبر ومازال ما جاب الله شيء وبغيت شي نصيحه من عندكم. دكتور تقدري تسولي عبد الله اللي بغيتي. وي سي عبد الله منين درتي المنظار شنو قالوا لك الاطباء بلي كلشي مزيان يعني ما كاينش شي التهاب ما كاينش تقرحات ما كاينش شي حاجه اللي كل واحد وداك الشيء اللي قالها الاستاذ الاول قال لي راه عندك جرحات المعده وخرج لي الدواء جوج مرات وملي رجعت عنده قال لي راه صافي برات ولكن المشكل بقى هكاك. بيان دونك شوف ملي قال لك الطبيب راها برات حنا كنقصيو الاسباب العضويه هذا هو الهدف من المنظار اللي دار لك الطبيب يعني حنا قصينا دخل وشاف وقلب وهز عينات يعني هنايا كنكونوا تخلصنا من الاسباب العضويه كتبقى لنا الاسباب الوظيفيه اللي حنا كنتكلموا دابا مع سميه عليها اللي هي خلل في وظيفه المسران. اما كيكون المسران ديالك فيه خلل في الحركيه ديالو ولا كيكون خلل حتى في التحكم في الحريق اللي كيكون عندنا لا دولور فيسيرال يعني الحريق اللي كيكون عندك لداخل كيكون خلل في التحكم فيه. ولا الثالثه كتكون عندنا البكتيريا على مستوى القولون ديالك بحال اللي مضروره شويه اما بالاكل غذاء صحي غير يعني الماكله ديالك غير صحيه كتاكل مثلا ليدام ولا كتخلط ولا كتعشى معطل ولا كتشرب شي مثلا مشروبات غازيه ولا عصائر اللي هي كتهيج ليا المسران فهمتيني يعني بحال هاد الحوايج هادو خاصك تبعد منهم حيت الدواء بوحدو ما كيبقاش كافي يعني خاصنا دواء ريجيم باش كتكون يعني النتيجه فعاله 100%. غير الاستاذ الله يرحم والدين مشيت عند الاخر دوزت عنده وما قال لي نفس اللي قال لي هذاك الاخر قال لي راه عندك الفتق في المعده وتبعته وتبعته حتى هو خرج لي الدواء على جوج مرات ولكن المشكله الاستاذ فقه هكاك اذا كان ممكن عندك سميتو تعطيني النمره ديالك اذا كان ممكن نتبع معاك. الله يرحم والديك. واخا سي عبد الله على الرسول دابا المهم خذ النصائح اللي قالت لك الدكتور نوره والباقي ان شاء الله يكون خير يكون خير وتلفتق المعده تحاول ما امكن تفرق الوجبات ديالك يعني ما تاكلش كل شيء في دقه واحده وجبات قليله يعني ومفرقه الماكله على النهار يعني بحال هي غير كتنقب حيت الا كليتي بزاف مع الفتق المعده يكون على يقين الماكله غطلع ودير لك التكراع ودير لك الحريق وداك الشيء داكشي اللي كان اللي كانت قراها كطلع لي الحرق وكنعاودها كاين هذاك المشكل. اذا حاول تفرق الوجبات يعني دير وجبات قليله
4 المرات في النهار، فعاد ما دير وجبه ولا جوج في النهار اللي تكونوا شويه ثقال، حاول تخفف وتقلل شويه. صافي سي عبد الله، شكرا، الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. الله يرحم والديك، النمره ديالك خليها. ما خاصي عبد الله، انا غادي نرجعك للستوندار فاطمة زهرة تكلف الله يرضي عليك، خذ الرقم ديال سي عبد الله ومن بعد نتواصلوا معاه. طيب غادي نمشيو من دمنات غنطلعوا البركان، غناخذوا اتصال سي عبد القادر. سي عبد القادر صباح الخير. صباح الخير اختي، كيف صحتك؟ لاباس عليك خويا عبد القادر، كي دايرين نتوما؟ العائله لاباس، يعطيكم الخير، كلشي مليح. مرحبا، الحمد لله. نشكرك على هذا البرنامج، نشكر الدكتوره. مرحبا بك خويا عبد القادر، هذا واجب، تفضل. الله يعطيك الخير. دكتور هي. انا عندي غير عندي القولون العصبي مأثر عليا بزاف، كلشي يعني الطب فوت عندهم واف. قول لي سيدي الماكله ديالك كي دايره؟ يعني حنا القولون العصبي هو علاش كنهضروا اليوم، عنده علاقه بالماكله وعنده الشق النفسي، يعني نتايا كي دايره يعني الماكله ديالك الاولى، يعني كيفاش منظم الماكله ديالي وكلشي ندير الرياضه يعني، ولكن في الليل اللي يصير عليا بزاف. الليل كتعشى اين ساعه؟ لا نتعشى بكري مع جوي الخمسه ولا سته كاع، ما زيدش ناكل حاجه خفيفه. الظروف النفسيه، واش عندك شويه القلق في الخدمه في البيت؟ لا سيدي ما كانش شي قلق، يعني غير هذاك التيخ اللي فرعني عند السرطان. درتي ادويه؟ استعملتي شي ادويه؟ وا تبعت عند اختصاصيين شي ثلاثه ولا اربعه والو، غير ناكل الدواء الريح، كي الريح الدواء يولي اللي داك الكلتي. حيت حنايا كنعطيو بعض الادويه اللي كتعطينا يعني نتيجه على المدى القريب، كنفشوا الغازات، كنحيدوا الالام، الانتفاخات، وكنعطيو بعض الادويه اللي كنقويو بها شويه المناعه ديال المسترن، هذه كتعطيك واحد المفعول على المدى البعيد اللي تقدر مثلا واحد شهرين ولا ثلاث شهور تبقى بها مرتاح، زائد النظام الغذائي الصحي. راه تقدر تكون كتاكل في الدار، الا كنتي كتزيد دير شويه الزيت اكثر من القياس ولا المواد المهيجه، واخا تكون غير عصير ديال الدار يقدر ما يوافقكش، عارف الكولون العصبي ماشي كلشي كيتجاوب معاه، يعني كاين شي حوايج خاصك فريمون تحيدهم. يعني واخا انا غنقول لك حيد هادي وحيد هادي وحيد هادي، كتولي انت شي حوايج عارفهم ما غاديش تقرب لهم، لان الا قربتي لهم غيقدروا يضروك وينفخوا لك الكرش ديالك ويضروك في المصران، كيهيجوا يعني عندنا مهيجات ديال المصران. واو صافي سيدي، الله يعطيك الخير اختي، شكرا، الله يجيب الشفاء ان شاء الله. شكرا لك سي عبد القادر من بركان، تحيتنا ساكنه بركان، وحنا غاديين مستمرين في جولتنا. دكتور نورا غادي نكملوا وياك ناخذ المكالمات لانه سبق لي اليوم. معنا ناديه من اليوسفيه. ناديه السلام عليكم. اخت ناديه، طيب للاسف قدنا اتصال مع ناديه. مرحبا بكم، دائما ارقامنا 05 22 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. مرحبا بكم معنا، شاركونا موضوع حلقتنا ديال اليوم، تخصص اللي معنا في هذه الفقره هذه. دكتور نور عقال، دكتور اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي، بعد كنا التوتر والحزن والفزع والخوف الشديد، عانينا بزاف من العلامات ومشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي بما فيه قلنا المعده، المصران، القولون، كثير الناس صراحة باقي الآن تتعاني دكتور، وحنا قلنا أنه كاين واحد الرابط كتير قوي ما بين الشق النفسي وما بين كذلك هذه العلامات وهذه الأعراض اللي كتبان على الجهاز الهضمي. تكلمنا في آخر نقطة على القولون العصبي، هنا فين وقفنا؟ تفضل. دوك القولون العصبي سمية كيبان بواحد العلامات اللي هي كتقيس بزاف ديال الأعضاء من غير الجهاز الهضمي، يقدر يجي عندك إنسان عنده الحريق على مستوى الجهاز البولي، يعني كيقول لك بحال اللي الكلاوي تيضروه، المتانه، هاد الناس هادو علاش؟ شنو السبب؟ يعني المصران كيكون تيرمو من فوق كيضغط ليا على الجهاز البولي، يعني كيحس بالكلاوي تيضروه، هو ما عنده حتى شي مشكل في الكلاوي، ما عنده حتى شي مشكل، فقط المصران ديالو من فوق كيعطي هاد العلامات. طيب غادي نمشيو مباشره للستاندار، معنا اتصال من القنيطره، ناخذ سي عادل. سي عادل السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك، الله فيك. تفضل سي عادل. مرحبا. عفاكم، انا عندي مشكل بحال غير الولبان، وقع لي واحد المشكل ملي كنتعصب، يعني كيبقى لي بحال كنطيح كنسخاف، مكنقدرش نفتح مزيان، بحال يدي كيعواج شويه، ما عرفتش هذا المشكل هذا بالضبط واش ملي كنتعصب كيبقى لي هذا المشكل هذا. هذا الشيء وقع لك اسيدي سي عادل قبل من يعني مولف كيوقع لك قبل من الزلزال ولا حتى وقع الزلزال؟ لا قبل ما وقع الزلزال. وما عندوش علاقه بالاكل، يعني هادشي كيوقع لك غير الماكله؟ كناكل عادي، ما كناكلش الماكله ديال الدار، كناكل في مديان من الدار. داكو.
تقدر تكون مشكل هذا عصبي. مشكل العصاب اللي خاصو واحد يعني واحد لا بريزون شارج مولتي ديسيبلينير، يعني كيكون خصنا نشوفو شنو الحاجه اللي كديكلونشي هذا العصب عندك، يعني واش مشاكل في الخدمه، واش مشاكل في البيت، واش النفسيه ديالك كتكون شويه حزينه. هنا كندخلو في واحد عامل الاكتئاب، يعني خصنا نخلو بس عادي بغي باش نطمئنوا عليك، نطمئنوا نشوف واش من طريقه غادي نسلكو. شو اللي كيوترك بزاف وتيعصبك ملي كتكون في الخدمه ولا مع راسك في الخدمه؟ عندك ضغط بزاف في الخدمه؟ بزاف. واخا، وهادشي كيوقع لك باستمرار يوميا ولا غير مره مره؟ لا مره 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 مره. وي وقعت لي دي دو جو وقعت لي هالصالي. خديتي شي دواء ولا ما خديتي حتى شي دواء؟ كنمشي عند اختصاصي ديال السيكياتر كيعطيني غير دي كالمون، ما كاين حتى شي حاجه زعما، ما كاين حتى شي تحسن. خديتي المانيزيوم، كتنعس في الليل مزيان؟ انا كنعس مزيان. كتنعس مزيان؟ داكور. كنعس مزيان. داكور. هنا في بعض الحالات كتكون بحال ردة الفعل، يعني لا رياكسيون ديالو كتكون شويه مجهده، يعني هنا كيكون تدخل ديال حتى الكلام، يعني حتى كنظن الا هضرتي ولا تكلمتي يعني مع اختصاصي نفساني تقدر تلقى راحتك وتخرج هذاك الشيء اللي عندك لداخل، يعني ما تبقاش مشحون. وقع لك واحد المشكل في الخدمه حيت قلتي كتوقع لك مرامر، يعني بحال اللي كيكون بحال ان كومول، كتبقى جالس بحال شي قنبله كتبقى ساكته 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 فوالا. دونك انا كنظن الا تكلمتي وتقاسمتي وهضرتي مع اختصاصي نفساني واخا غير بالكلام فهمتي، واخا يعطيك دي كالمون، كتكون داك انك كتخرج كتفرغ داك الشيء اللي عندك غادي ترتاح. ولا في الرياضه، يعني الا كنتي كدير شي نشاط عادل؟ نعم. كدير شي نشاط شي اكتيفيتي هكا كتخوي فيها نفسيتك؟ غير الا كنمشي مثلا البحر وتما كنخوي تما نفسيتي، يعني تما كنجلس تما البحر كتريحك. ايوا حنا دابا انت ساكن في القنيطره، غنستغلوا نديروا رياضه حدا البحر، يعني مزيانه هذه. مهديه حداك ياك، حداك المهديه. مهديه حداك عادي. شوف وباين من صوتك هادئ، زعما ما جاتنيش البال ان تكون معصبت لهذ الدرجه وتفقد الحركه ويدك تشلل، ياك والو بس شوف راه ما توصل غير فين وصلك الله، وما تاكل غير اللي قسم لك الله، والواحد يدير جهده والكمال لله. الانسان ما غاديش ندركوا كل شيء غير باش صحتنا امانه ياك، نحافظوا عليها الله يسهل عليك. عندك وليدات عادل؟ لا مازال. مازال. ايوا شفتي المستقبل باقي قدامك، وان شاء الله تدير وليداتك وتفرح بهم. ان شاء الله. ياك؟ ان شاء الله غادي نهضر معاكم، هذا ريحتني شويه. ايوا الحمد لله، واش باش تقول احنا التشارك والتقاسم وحنا هنايا. عرفتي ملي درك الخاطر عيط لي. حنا هنا مرحبا بك فوق ما بغيتي، حنا مستعدين نسمعوك. يلا ان شاء الله نتوكلوا على الله عادل، وان شاء الله ما يكون غير خير، خليك متفائل بالدنيا وان شاء الله الحياه تكون جميله باذن الله. ما تستاهلش الواحد يتعصب ليها ولدرجه وصلت لهذ الاعراض هذه، الله يحفظ الله يقدر. طيب شكرا لك خويا عادل، الله يسهل عليك. وغادي نمشيو سريعا عن هشام من جديده. السلام عليكم خويا هشام. وعليكم السلام اختي بخير، صحه لاباس عليك هشام، كي داير؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. تفضل اخويا. مرحبا دكتور ايمن. ولد الدكتوره عندي وعندي المدى كتجيني الحرقه ديما اللي كتدير لي الحرقه. داكور. الماكله ديالك السي هشام واش كتاكل كل شيء كما كنقولوا كتهدف كل شيء ولا داير اتونسيون؟ لا كناكل كل شيء. داكور. حيت المعده الا كانت عندك فيها الحرقه راه كاين شي حوايج ما خاصكش ديرهم. درت عند واحد الدكتور درت المنظار قال لي ما عندك فيها والو، قال لك والو، قال لي ما عندك فيها. داكور. دوك عندنا مشكل في الوظيفه ديال المعده ديالك، يعني كتكون المعده شويه حساسه، يعني بحال شي وليد صغير عندك في الدار ما خاصوش يضربوا البرد. داكور. دوك حنايا هاد المعده كيفاش غنتعاملوا معاها؟ غنتعاملوا معاها بواحد الطريقه اللي ذكيه، ما نعمروها شي بزاف ياك، وما نخليوهاش خاويه، هذه بعدا الاولى ياك. يعني ما خصكش تجوع بزاف، واحد 4-5 ساعات ضروري تعطيها شي حاجه واخا غير طريف د الخبز ياك. ثانيا ما تعطيهاش المواد المهيجه، ما كنعطيوهاش الحار، ما كنعطيوهاش الحاجه اللي مزيته، ما كنتفاداو الزيت والقليان. وكاين واحد السوائل اللي كنعيطوا لهم حنا السوائل المهيجه بحال المشروبات الغازيه، واخا هما كينفخوا في المسطره ولكن تقدر حتى المعده تنفخ. ما كنعطيوهاش قهوه كحله خاصه على الجوع، لانك بحال اللي كتشعل فيها العافيه. ثالث فوالا، ثالث حاجه خصك تفادى ليا لي جو العصائر، هادو خصك تبعد منهم. دونك ملي كتكون الحرقه ما مشاتش، يعني واخا درتي ريجيم شي حاجه، كنعطيو واحد الادويه مضادات الحموضه، راك عارفهم، غيكون سيغمون الطبيب ديالك عطاهم لك من مورا المنبر. ولكن دابا كناخذ واحد الفاني ديالك اوميز ديال 20، الله اللي كنديرو حبه دابا في الصباح ديما كندير حبه في الصباح وكن صافي كنبقى بخير. اي تقدر ديرو، غير هو كان ضروري من الريجيم، يعني المعده واخا انت كتحس براسك في ايام وليتي مزيان يستحسن تبقى مواظب على ريجيم. كل ما اللي بغيتي ماشي ما تاكلش، غير الطريقه ديال الاكل ديالك تكون ذكيه،
يعني تاكل البروتين، تاكل الدجاج، تاكل الحوت، تاكل اللحم، ما كاينش مشكل، غير هو يكون دائما مرافق مع لي سالاد. وكما قلت لك الطريقه ديال الطياب ما تكونش فيها الزيت بزاف. شكرا صافي الله يجيب الشفاء. امين الله يحفظك سي، الله يبارك فيك. شكرا. طيب شكرا لك اخوي هشام، احنا معاكم ديما راه الاشاره الحمد لله. كاين شفتي اقبال كثير على المكالمات دكتور نور عقال، وحنا غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا بطبيعه الحال، غادي نحاولوا نتكلموا شويه في الاعراض والعلامات. بزاف قالوا لي الله يخليك الالم الشديد اسفل البطن وكذلك حتى اعلى البطن، سببه قلنا التوتر، قلنا القلق، قلنا الحزن، قلنا الفزع اللي مرينا به ماشي سهل. ايضا علامات اخرى ما بين اضطرابات الجهاز الهضمي، ما بين اسهال وامساك، بزاف الناس عانوا من هذا الموضوع. وغادي نحاولوا كذلك نتكلموا شويه ايضا على بعض الاشياء اللي ثبت لنا بعض المشاكل في الجدار المعده بما فيها قلنا الغازات الكثيره، وهل فرصه ان احنا ناخذ العلاجات ولا تكون غير مساله وقت فقط لا غير، غير ترتاح النفسيه وترجع الامور النصاب ديالها، ولا دخلنا في مشكل فعلا ديال الجهاز الهضمي. هذا كله غادي نجاوبوا عليه بعد ما نشوف فاصل قصير اعلاني وبعد رجعي خليكم معنا. سماعينا الاعزاء لمتابعه ومواصله تحديثنا رفقه الدكتور نور عقال، دكتور اختصاصيه في طب الجهاز الهضمي. اكيد الظروف الاستثنائيه اللي عاشتها بلادنا وحنا نفسيتنا تاثرت، فكثير من الناس عانوا من اعراض وعلامات ومشاكل اضطراب الجهاز الهضمي. تكلمنا على المعده، تكلمنا على المصران، تكلمنا على بزاف ديال الحويجات، وقلنا حتى العلامات كانت متفاوته، كاين اللي حس بالم شديد، كاين اللي حس انه يعني المعده ديالو مزيره عليه، كاين اللي انتفاخات الغازات، كاين اللي فقدان الشهيه، كاين اللي كان عنده اسهال شديد ومن بعد كذلك قبض، ايضا حتى الم اثناء التبرز، وعدد من العلامات والامر والاعراض اللي شرنا لها رفقه الدكتور نور عقل. هنا كيبقى دور التشخيص الدكتور اكيد في الظرفيه هذه، انه ما نهملوش الموضوع ونقول له صافي راه غادي تدوز ولا غتفوت ولا غنتعايش معاه. دوافع التشخيص اكيد خصوصا انت نتكلم على الناس اللي ما عمرهم ما عرفوا راسهم راه عندهم ارضيه ولا قابليه ديال بعض الامراض ديال الجهاز الهضمي، ما فيقت الا هذه الفجعات فيقت عليهم هذه الاعراض. تفضل دكتور. فعلا دونك سميه فاش كيجي اول حاجه المريض العياده باش كيبغي يشخص المرض ديالو، اول حاجه كنطرحوا عليه بعض الاسئله، لان التشخيص الاولي كيكون تشخيص سريري، واش هذا الشيء يلاه وقع ولا قديم. يعني غالبا كيكون يلاه بان عنده، لان الاستشارات اللي بانوا عندنا مؤخرا كانوا الناس يلاه وقعت الفجيعه اللي ما عمره ما تشكى شي حاجه يلاه بانت عنده. دونك انت اول حاجه خصك تسولي حتى على العوامل ولا الامراض الوراثيه، واش عنده شي امراض وراثيه يعني عندهم في العائله ديالهم، لان حنايا الهدف ديالنا اننا نقصيو الاسباب العضويه، ما يمكنش هو عنده مثلا اضطراب ديال بحال دابا شي التهاب مزمن ولا شي قرحه في المعده ولا شي حاجه في المصران وانت غتخليه وتقولي فقط نوبه الهلع، ما يمكنش. دونك حنا اول حاجه كنسقسيو على الامراض الوراثيه، العوامل اللي عندهم في العائله ديالهم، واش ديجا دار شي عمليه، واش عندها علاقه بالجهاز الهضمي، واش كياخذ شي ادويه، واش عمرو دار شي منظار، واش عمرو دار شي تحاليل، واش عنده شي حاجه قديمه ولا ما عندوش. هذه مبدئيا. ثاني حاجه كنشوفوا هذا العامل النفسي واش هو اللي دار له هذا الشيء ولا كانت عنده. غالبا كيكون يلاه داك الشيء بان يعني على حسب الحاله. وكنسولوا كذلك على علامات الخطر، حنا عندنا بعض العلامات اللي بحال الفقدان في الوزن بطريقه كثيره، يعني كيكون طيح بزاف الكيلويات، كيبان لك الجلد على العظم، خاصه الا كان واحد شويه السن زايد. يعني ما كنهضروش على لي جون، كنهضروا على الناس اللي فايتين 60 سنه، لان عنده واحد الفئه العمريه اللي تقدر يكون عندها واحد الامراض اللي ما يكونوش عند الناس اللي صغار. كذلك عندنا النزيف، النزيف كانوا ناس اللي جاوا عندنا عندهم نزيف، ما يمكنش هو عنده نزيف وانت تقولي له لا هادشي غير الزلزال اللي داروا لك، لا ما يمكنش. يعني نزيف خاصني تحاليل نشوف فقر الدم فين وصل، مؤشرات كيكونوا عندنا طالعين عندهم علاقه ببعض الامراض، نقدر ندوزو للراديو الكبيره منظار او للسكانير باش نتحكم انا في الوضع، باش نعرف نشخص نشوف واش كاين مشكل. ملي كنديروا هذا الشيء كامل والحمد لله ما كتكونش يعني شي حاجه، نقدروا خاصه الا كان زايد في السن نقدروا نربطوا هذا الشيء غير يعني التغذيه ولا العامل النفسي، ولكن ما حدي ما قلبتش ما شخصتش ما نقدرش فقط ندير الشق النفسي هو الاول. في الاولويه عندكم ياك دكتور كيبقى الشق العضوي، نشوف نطمئنوا على صحه المريض، وعاد ديك الساعه لقينا الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير كترشحي العامل النفسي. عاد نرشحوا العامل النفسي فوالا، هذوما يعني يعني العلامات اللي كنقلبوا عليهم. يعني كتسوليه كطرحي عليه بعض الاسئله، كتشوفيه كيفاش يعني كيفاش كيعيش، واش ما عندوش يعني شي تغذيه اللي غير سليمه حتى هي تقدر تشكل ليا مشكل. يعني كتحاولي طرحي بعض الاسئله على المريض ولا العائله ديالو باش تجبدي منه الماكسيموم دافورماسيون. طيب غادي نمشيو دكتور نورة قبل ما نتكلموا اكيد على العلاج والتدخل ديال العلاج هنا في الشقين بجوج سواء كان العضوي ولا النفسي. غادي ناخذ اتصال سي محمد من دار البيضاء. سي محمد السلام عليكم.
السلام عليكم لاله. اهلا وسهلا سي محمد، مرحبا. اهلا بك، هانياك وشوفي خير. الله يطول عمرك، تقدر تقرب غير شويه كنحسو بك بعيد. ياك ما انت في الطوموبيل سايق. انا وقفت. يلا وقف، الله يرضي عليك، نطمئنوا عليك. في بلاصه تكون مامنه. ونحيدوا لي زيكوتور وقيله ياك ولا ديال الكيد. صافي انا برافو عليك، برافو عليك، دابا مزيان، دابا كنسمعوك مزيان. تفضل سي محمد. الله يخليك، غير بغيت نسول الدكتوره بالنسبه عندي المعده، وهاد الايام كنحس بواحد الالام بزاف، وكنحس بالمعده ديالي بحال اش كيقول بحال شي اكتئاب مقبط عليا بزاف. هاد الشيء يعني كنظن سي محمد تزاد من مورا ما وقعت هاد الفاجعه. تزاد هاد اليوم بالخصوص، هاد اليومين البارح عطاني الالم بزاف. خديتي شي ادويه؟ فايت لك دوزتي؟ ادويه فايت لي دوزت. شنو كيقول لك الطبيب فاش كدوز؟ كيقول لي المعده. داكو، دوك المعده حنا راه عارفينها، واخا كتكون يعني كتجي وكتمشي، مي حنا كنعتبروها كرونيك، يعني لا غاستريت اولا الالتهاب على مستوى المعده كيكون كرونيك. واخا انت فشي ايام كتحس براسك مزيان، ضروري الحيطه والحذر باش ما كطيحش في المشكل. دونك حنايا كانت جرثومه المعده كنعالجوها، كانت داك لا بالنسبه للجرثومه ما عنديش، ولكن غنعاود عاوتاني ندوز باش نتاكد. داكو، دابا عندي تقريبا شي شهر هادي ما بغيت عاوتاني نتاكد. عندك فقدان في الشهيه؟ لا لا ما عنديش فقدان في الشهيه. ما كاينش فقدان في الشهيه، كتبغي تاكل. احيانا كيخصني ناكل. كيخصني غناكل بعض الاحيان. حيت هي المعده ملي كتكون طايبه ولا ملتهبه راه ما خصناش نخليوها خاويه، ملي كتخليها خاويه كيتحك هذاك الجدار مع الجدار. ما كنعرفش ما كنعرفش شنو غناكل، كنتلف بعض الفترات مع الخدمه. فهمتك، كتكون مضطر انك تاكل وقيله على برالا ولا كتاكل وجبات سريعه ولا شي حاجه. لا بعض الاحيان حاول ما امكن تاخذ، الا وخد يعني تكون اوبليجي تاكل على برا، من الاحسن تاخذ غير اون سالاد ولا شي حاجه خفيفه، ما تثقلش راسك، لان واخا كيكون داك فيك هذاك الجوع، لان هي ملي كتكون خاويه كتعطيك هذاك العلامات انها خاصها تاكل. دونك ملي كتتعمرها غابيدمون ولا كتاكل بزاف كتثقل عاوتاني، دونك خصنا نتعاملوا معها بواحد الطريقه اللي ذكيه. كنحس بواحد الثقل في المعده بحال بحال عسر الهضم. دونك هذا حنا دونك سي بروبابلمون اون غاستريت اون انديجيستيون لي اون غاستريت. ما كاينش حريق، ما كاينش الم، ما مرفقش بالم. كتعطيني الالم شويه، كتعطي الم. دونك كنعطيو مضادات الحموضه، هذه من جهه، من جهه اخرى كتكون نمط غذائي صحي 100%. دونك تبعد على الزيت، تبعد على المشروبات الغازيه، المشروبات المهيجه، الماكله اللي ثقيله العطريه بزاف، يعني تحاول كتبقى الحمضيات، يعني شي حوايج خصك ضروري تحيدهم، زائد الدواء، زائد الدواء. وحنا كنشوفوا داك الساعات كان تحسن سي تري بيان، ما كانش تحسن عاد كنزيدوا نكملوا في التشخيص. شكرا بارك. ولا كنتي مخلوع ولا كاين توتر كنقدروا نعاونوا بشي ادويه ضد التوتر، لان دابا في الفتره كانوا بزاف ديال الحالات اللي كيتشكاو المعده، ولكن كيكون الشق النفسي هو الاول فيها. الاول صح، هو قال لك من بعد الفجعه فوالا كنعطيو دي زونكسيوليتيك، يعني كنحاولوا داك الانسان نخرجوه من الازمه طلع له المورال، يعني النفسيه تكون مزيانه. دائما اي حاجه سلبيه خصك تجبد منها البوزيتيف. صافي سي محمد، شكرا لله، بارك الله فيك. شكرا لك على تواصلك محمد، والله يزيد فرحتك وطريق سلامه. نتمنى ان شاء الله الناس اللي مستمعينا اللي كيسمعونا هما في الطريق وكيتبعوا برامج دعت ما فهم، شكرا لكم من القلب، الله يديكم على خير. سيروا غير بشويه عليكم، لا داعي لواحد عاوتاني يزيد عليه يبقى قلق وتوتر ديال الطريق، نكونوا متسامحين مع بعضياتنا. شفتي كثرات المكالمات اكدت فعلا اهميه الموضوع، وفعلا انه يعني هذا الموضوع تناولناه الظرفيه الخاصه اللي كتعيشها بلادنا والنفسيه كذلك. ان شاء الله يا ربي نتجاوزوها بامان ونضبطوا الانفس ديالنا، واللي محتاجين نقدروا نديروه دابا نساعدوا هاد الناس ما فيها باس. دكتور نوره رشدينا وجهينا شنو نقدروا نديروا، تكلموا على دور شق ديال العلاج ثم بعد الوقايه. داك تفضل. دوك في العلاج السميه اول حاجه كنشوفوا المشاكل اللي هي عضويه، بحال دابا مثلا انسان عنده داك الحرقات المعده يعني كيتعذب كل نهار، كتجي في الصباح هو السيد قبيله اتصل ما واكلش ايبورتون فيه، يعني هنا خاصنا نعطيو واحد كنعطيوهم واحد لي كومبريمي كيشربوهم، زائد واحد المحلول واحد السيرو اللي كيهدئ شويه من حده الاعراض، زائد لو نيفو دو ليغس يكون طالع، ماشي
هابط تربيه الناس تربيه ديال الناس باش كنقصوا من حده الارتجاع المائي. داك الحرقه مناش كتجي داك الشيء كيطلع ليا داكوغ. دونك خصني الفراش يكون شويه طالع، الماكله تكون قليله بكميات قليله متفرقه ياك، حيت واخا انت غتعطي العلاج ضروري خاصو يتبع حتى النصائح التغذيه باش تكون النتيجه فعاله. ثالث حاجه كنعاونوهم في بعض الحالات بدي بونسمون، داك لي بونسمون لي بونسمون داك اللي كيعاونوا على الهضم، حيت في غالب الحالات كتكون مصحوبه بعسر الهضم اما المعده ما كيهضمش ما كيهضمش ولا ثقيله وفيه الجوع ملي كياكل كيتقاد. دونك كتعطيه داك لي بونسمون اللي كيعاونوا على عسر الهضم باش انه كيتجاوز هذاك عسر الهضم كيولي ياكل بطريقه صحيه. كذلك عندنا في العلاج كنعطيو حتى في المصران، على مستوى المصران كنعطيو لا بصوبون دو غاز ولا لو شاربون ولا واحد الكينات كنعطيو حنا داك كيعطيو الناس الكينات الكحل دوك اللي كيمصوا ليا الغازات زائد مضادات الالم، هادو حتى هما كنعطيوهم. طيب غادي نكملوا في النصائح ديالنا العلاجيه كذلك والوقائيه بعد ما نتصلوا ونخدموا كلمه رقيه من مراكش. طيب سكنت مراكش اكيد تما تاثروا كثير. رقيه السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك رقيه حبيبتي، على سلامتكم. الله يكون بخير على خير. يا ربي امين حبيبتي رقيه. والله يرحم الناس اللي ماتوا. يا ربي امين. الله يهون علينا كاملين يا ربي. الله يا ربي. امين رقيه. بغيت نسولك دكتوره. من زلزال دابا هاد السيمانه كلها كنحس بالخوف وبالخلعه. غير تحرك شي حاجه من حدايا كنحس بالخلعه، يعني وليت كوي كنترعد، كنبقى في هذيك الرعده بزاف ما عرفتش شنو غاصني ندير. إذا رقية عندها قلق ما بعد الصدمة، هذا هو التشخيص اللي عندها، هذا هو قلق ما بعد الصدمة، تلقاها ما كتنعسش مزيان، تلقاها فوالا دوخة، تسمع غير شي صداع ولا شي تقرقيب ديال الجيران يسحبها زلزال. والماكلة فقتي شهية تاكلي؟ لا كناكل شو، المهم عادي مش مشكل في الماكله غير الخوف بزاف. دونك حنا من النصائح اللي غنعطيك رقيه، اول حاجه الايمان بالقدر، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذه اول حاجه اللي دخلتيها لراسك غتجاوزي هذا. كنامن بالقدر وكل شيء، ولكن المشكل عندي الخوف بزاف. الخوف ديال الخوف من الناس جاي حركات كنحس بليش غطاح وكتخاف بزاف، كتخافي عندي العلع. لا شوف هذا الشيء عنده علاقه حتى بالافكار السلبيه، خصك تطردي الافكار السلبيه. الزلزال فاش كيضرب اول مره كتكون الضربه صعيبه، لا قدر الله ولو تعاودوا شي ضربات اخرى كيكونوا قلال. انا واقفه انا واقفه ديك الساعه فاش ضرب، يعني بحال تزعزعت مع الزلزال. فهمتك فهمتك. باقا هاد الصوره ما بغاش تمحى من بالك ياك رقيه. ما كنعس نهائيا، ما كنعس حتى الصباح فاش تفيق راجلي هذا انا كنقدر نتكى شويه، ما كنقدرش. داكو دونك اول حاجه الايمان بالقدر راك دايرها، ثاني حاجه طرد الافكار السلبيه وعدم الاستماع للاشاعات، لان كاين اللي كيبقى يروج لشي اشاعات. المشاعر ديالك تحكمي فيها، تحاولي تحكمي في المشاعر ديالك وتقولي صافي داكشي داز خصنا نديروه صح، تعاوني راسك باش ما تستمرش معك او تنوليو في امراض نفسيه اخرين. فوالا خصك تجاوزي القلق ما بعد الصدمه. شجعي راسك حبيبه ديالي وما تشوفيش بحويجه تتخلعك، وخلي غير يقينك في الله سبحانه وتعالى، قولي العمر واحد والاجل واحد ياك. الحمد لله على كل حال. ورفعي على راسك، شوفي حويجات الزوينه اللي تفرحك اللي خريجه هكا، بدلي الجو بدلي الجو. كنحاول انني نخرج وانني ندير بزاف د الحوايج، ولكن فاش كنكون في وسط هذيك الخرجه ولا ديك الترفيه اللي كندير كتحرك شي حاجه حدايا كنعاود نخاف، فهمتي كنتخلع. حنا نشوف اذا ما تكنش زعما ما قدرتيش تخلص معاكم وباقي في هذيك الرعده اذا ما قدر. حنا الناس اللي ما قدروش يتخلصوا من هذا يعني لا سوماتيزاسيون ولا هذه الاعراض اللي عندهم على مستوى سواء الشق النفسي ولا الاعراض الجهاز الهضمي، واخا عطيناهم ادويه كنكونوا اوبليجي باش كنعطيو ادويه لي زونكسيوريتيك ولا المضادات ولا حتى مضادات الاكتئاب. يعني ديك الساعات كتكون لا بريسكريبسيون ميديكامونتوز اوبليجي، يعني الطبيب ضروري سينو غادي طيح ليا في واحد الاكتئاب عميق. اكتئاب عميق. رقيه ما شفتيش مختص هكذا يعني يقدر يساعدك ويعطيك شي حوايج تاني؟ كنفكر انني نشوفه، ولكن مازال ما عرفتش فين غادي نمشي ولا فهمتي. وهذا الخوف هذا ما كانش عندك سابقه قبل يعني حتى مرفجي؟ كنت عايشه عادي، كنت عايشه عادي، ما عنديش الخوف نهائيا يعني من الصدمه اللي تعرضت ليها وليت كنخاف بزاف. اي حاجه تدخل لي شي حاجه داز حدايا ولا فهمتي داكشي داز عليا صعيب بزاف، وكنطفي الضو يعني تعرضت لداكشي وطفي الضو ما عرفتش شنو غادي ندير. خذي نفس تنفسي، شوفي تا لا ريسبيراسيون، حاولي ديري لا ريسبيراسيون ابدومينال، يعني تنفسي وخرجي الهواء، يعني كتخرجي كتخلصي تا من داك التوتر. لا ريسبيراسيون من العمق، جبديها من القلب، من القلب. هذا الشق النفسي عندك اكثر من حوايج اخرين. فوالا. وعندك رضيع ياك رقيه؟ اه
وليداتك وليداتك راه باقيين محتاجين لك. وليداتك باقيين محتاجين لك. غتحاولي تتجاوزي الوضع على ود وليداتك، يعني غديري هذا لو ساكريفيس على ود وليداتك. شوفي هو راه طبيعي غتحسي بهذا الاحساس، انا ما نقولكش لا، ولكن ما تخليش يدوم معك بزاف. واخا رقيه نشوف شي حل. الله يرضي عليك. كاين تبارك الله بزاف ديال الاطقم الطبيه ديال الشق النفسي، راه كاينين تما متواجدين في مراكش. سولي وسيري ديري استشاره بسيطه، وخوي حاولي انك تفرغي وما تبقاش مركزه على هذا الموضوع بزاف. صافي اللي داز راه داز. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى خير ان شاء الله. يا ربي امين حبيبتي، يا ربي الله يرحمنا يا ربي. يا ربي وارحم ضعفنا. شكرا لك رقيه، شكرا تواصلتي معنا. الله يزيد فرحتكم كاملين مستمعينا الاعزاء. اكيد احنا دائما راه الاشاره ومواضيعنا مع الاحتياجات ديالنا ديال هاد الساعه هذه، محتاجين ندعموا بعضياتنا، نشدوا بازر بعضياتنا. الكفاءه الطبيه مشكورين لهلي خديكم دكتور نوره. مرحبا. على تلبيه الدعوه، وانكم ما كتقصروش مجهدكم بطبيعه الحال باش ننوروا المستمعين ديالنا ونرجعوا ان شاء الله الامور لطبيعتها والعاديتها. غادي نمشيو صراحه ناخذوا اتصال ياك، ضروري ناخذوا سي رشيد. سي رشيد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا سي رشيد. الله يبارك فيك. كي داير اخويا؟ صحيحه المعنويات كلشي شويه لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يطول عمرك اخويا رشيد. مرحبا. نسول الدكتوره. اي تفضل. تيكون عندي واحد الخوف جيت للمعده بحال واش بحال كتسمى شي اخبار خايبه بحال ما عرفتش اش بحال الخلعه. الخلعه وتتنفخ ليا بحال فم المعده والله ما عرفت. هذا شوف عنده علاقه بالضغط النفسي، هذا الضغط النفسي كيرجع لك بالاعراض ديال الجهاز الهضمي. راه يقدر ما يكون عندك والو، انا ما زعما ما عرفتش واش شفتي شي طبيب ديال الجهاز الهضمي ولا طبيب عام اللي حداك اللي غيقدر مثلا يرشدك. مي في بعض الحالات كتكون يعني الشق النفسي داك نوبات الهلع والخلعه وكاين اللي كتجيه بالدوخه كاريمون، ولا كيتختنق ولا كيحس براسو ما هواش، ولا كيدير دي زاتاك دو بانيك، يعني داك الخلعه كثيره كترجع عليه بالام في المعده، في الام على مستوى البطن، ما كيقدرش يهضم. هذا الشيء لاحظناه بزاف خلال هذه المرحله الزلزال. لا ما عندي هذا الشيء قبل. قبل حتى المصران كيدير لك هذا المشكل هذا؟ كاين المصران. دوك عندك بومزوي ولا كنعيطوا له حنا القولون العصبي اللي عنده علاقه وطيده بالجهاز العصبي، يعني كتقلق ولا كتخلع ولا شي حاجه اوتوماتيكمون كتبان فيك يعني مباشره، حيت هو راك عارفه متلازمه، يعني عنده علاقه بمشكل ديال العصب. وواحد القضيه تنشرب القهوه بزاف ديما جوج في النهار. ما حاول تنقص شويه وما تاخذهاش على الجوع، لانك لا تخديتيها على الجوع غتقل لك على المعده بحال كتخوي فيها شي حاجه ثقيله، فهمتي؟ حاول ما امكن تتفاداها على الجوع، ولا قدرتي تنقص من الكميه غتكون مزيان. وبالنسبه لنوبات الهلع هذه اللي كتجيك هكا بهذه الطريقه هذه، ضروري خاصك تستشر الطبيب باش يعطيك واحد الادويه اللي اون ميم طون كتسيب لي الخلعه اون ميم طون الجهاز الهضمي بجوج. واخا الدكتوره شكرا. الله يجيب لك الشفاء سيدي. اللهم امين اختي. شكرا بزاف. الله يعاونك. شكرا لك اخويا، هذا واجب. ومرحبا بكم معنا. صراحه كنشكر واحد السيد اللي كتب لي واحد، قال لك الا قدرتوا ما ديروا عمليه واحده مهمه اهم من التفكير، اللي هي النفس العميق. النفس العميق. خذوا التنفس العميق، تنفسوا. حاولوا تنفسوا الله يرضي عليكم. فهذه العمليه التنفس كترد معك على الافكار السلبيه والخيبه اللي كتارقكم وكتخلعكم. فانا تنشكرك على المبادره ديالك وانت راك معنا في الاستماع، تحيه كبيره لك. انا ما غاديش نذكر الاسم تاع في الحال. شكرا لك. فاطمه من مراكش. فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم بنتي لاله سميه. مرحبا بك لاله فاطمه. كي دايره؟ كي دايره؟ صحيحه؟ كي دايره النفسيه؟ شويه ايوا مدهوره النفسيه بنتي. الحمد لله حبيبتي على كل حال. الحمد لله. نشكركم بعدا على الطاقم التقني، الناس اللي تجندوا من طرفكم، سي الغالي وسي هشام وسي نزار. هذا واجب أمنت، هذا واجب نكون معكم وجنبكم. مصابنا واحد، مصابنا واحد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بنتي تتضرب المعدة ياك؟ اييه اييه ايوا لاله. حنا راه من نهار الزنزال عمر الضحكه ما طلعت في وجهنا. لا اله الا الله. ايوا انا نيت قبل من الزنزال انا عايشه غير بهذاك السند اللي بحال قالت السيده ديك فاطمه. هي باش عايشه اللي بغيت ناكل مزيان. اييه ايوا الا فقدتها وحبستها الله يجعلني ما نشرب غير مي غنسمع حتى نتقرع وديك الحرقه وبحال شي حاجه تطنجري.
واش مدام فاطمه مشيتي عند شي طبيب عطاه لك خديتيه بوحدك؟ كيفاش خديتي هاد الدواء هذا؟ والله بنتي شكرا بعدا استاذه على استضافه الله يرحم الوالدين. مرحبا. والله بنتي لا تمشي شدي عند مول الفارماسيان. وحاولي مامتي تمشي دوزي عند الطبيب. علاش؟ لان الطبيب كيعرفش من المرض اللي عندك. ان هي راه تقدري تاخدي الدواء لراسك، ولكن راه ماشي بحال اللي شخص المرض عند الطبيب باش يعرف واش عندك المعده طايبه، واش فيها الجرثومه، اشنو النوع ديال المرض اللي عندك، واش غلتيها بسيط. فهمتيني مامتي؟ تبقاي تاخدي الدواء غير هكاك راه ما يمكنش. حتى الدواء راه طيب لك المعده. فوالا عندها اعراض جانبيه. والله بنتي وسميتي تتنفخ تنفخ 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 كرشي متاش زعما متا شي حاجه ومكيده المقليات مكيده داكشي زعما دايره ريجيم غير راسي. ايوا ومحيده المسس محيده الملحه. ايوا اش بغيت نقول لك بنتي احنا لا اله الا الله كملت لينا هاد الخلعه حتى هي الماكله ما تناكلوها كاع ما نزلت في بلاصتها. مشات لك الشهيه مامتي؟ ايه مشات بنيتي مشات لا اله الا الله ربي اللي رجعنا وصافي الحمد لله. الحمد لله. شو باقي فيها خير وباقي العمر طويلة بنتي فاطمة. بارك الله فيك بنتي يا لالا سميه. قوي راسك ان شاء الله باش تكوني مع وليداتك وتنتي يعني حياة تستمر. الحمد لله احنا مأمنين بقدر الله هذا. يلا شوف بنتي عافاك دكتور واحد البنت عندي تانا تتاكل مسكينة ذاك الثاني تاع مرض الصرع. وحتى هي تيطرى لها هذا الشيء في المعدة عندها الحرقة تاهي بزاف. ما عرفتش من هذاك الفانيد ولا كتشرب القهوة على الريق هكاك مخلطة. لا لا خصها تبعد من القهوة على الريق مامتي ياك. وكنعطيوها بعض الأدوية اللي كنحيدوا بهم داك الحموضة وداك الشيء، ولا ما كانتش نتيجة راه ضروري خصها تشخص المرض. لا تكون عندها الشيء ولا كانت عندها غير جرثومة المعدة وما عارفهاش راه دير ليها مشاكل. راه غادي نمشي 20 عام يزنق ولا داك الدواء ديال تاع مرض لابيليبسي. حاولي تشوفي ليها طبيب اللي قريب لك باش يشوف واش المشكل اللي عندها من الدواء ولا من حاجه اخرى. واخا بارك الله فيك دكتوره. الله يجيب الشفاء للجميع. لاله بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك مامتي فاطمه الله يزيد فرحتك. وسلامنا لكاع المستمعين ديالنا طبيب الحل العزاز اللي خدكم علينا ساكنه مراكش. شكرا لكم ونتمنى يا ربي معكم اكيد. فغادي نكملوا دكتور نوره ياك. توقفنا في العلاجات وتوقفنا في الوقايه. هانتي شفتي الناس كتعاني، الناس محتاجه دعم، شنو خصنا نديروا؟ فعلا دوك الادويه بوحديتها سميه راه ما كتكونش كافيه على حسب ما بان ليا في الاستشارات وفي هاد الاتصالات هادو. الله يحسن العوان. ولكن دابا قلق ما بعد الصدمه اللي كيعطي واحد لو بولفيرسمون، واحد لا بيرت ديال لي روبير. يعني الانسان كيديبوسولا فريمون كيتلف، خصو يرجع لي روبير ديالو ويرجع للحياه ديالو وتستمر الحياه. لان خصنا ناخذ الحاجه بايجابيه، ناخذ نفس عميق لا ريسبيراسيون ابدومينال، نخرج مزيان داك الهواء باش كنخرج منه حتى داك كنخرج معاه حتى داك الطاقه اللي سلبيه، كنخرج داك الشيء كامل داك القلق وداك الاختناق وداك الدوخه وداك الشيء كلشي كيخرج معاه. ياك زائد بعد على الضغوطات النفسيه، حنا دابا في غنى عنها الضغوطات النفسيه لا في البيت ولا في العمل ولا داك الجو مكهرب داك الشيء ما بقيناش قادين عليه. دونك نحاولوا نتفاداوه. زائد الادويه اللي كيعطي الطبيب الاختصاصي، ملي كنعطيو ادويه على حسب الم في البطن على حسب الانتفاخات، كان تسريع في عمليه الهضم كنعطيو دي غالونتيسور، كان العكس كنعطيو دي زاكسيليغات. يعني كتحاولي على حسب الحاله تعطي الدواء اللي غادي يمشي مع داك الشيء. كانت نتيجه تبارك الله ما كانتش نتيجه، راه اوتوماتيكمون كنعطيو لي زونكسيوليتيك ولي زونتي ديبريسور. حنا ما كنبغيوش ديما نكثروا منهم، ولكن في هذه الحالات هادو هي غتعاونهم انهم تدوز الازمه على خير. على ما تدوز الازمه ولان هذا العامل القلق وعامل التوتر راه كيزيد يفاقم عليهم الوضع، كيزيد يعطيهم حرق راس، كيزيد يعطيهم العياء، كيزيد يعطيهم الم في البطن. يعني ضروري خصهم يتجاوزوا هذه المرحله باش ما يبقاوش يردوا لذاك الشيء الجهاز الهضمي كيبانوا الاعراض ديالو. وعاد اللي كانت عندهم سابقه مرضيه في الجهاز الهضمي تشافاو ودابا فيق عليهم عاوتاني. فيق عليهم هذا الشيء، هاد الفاجعه بحال الا واخا الانسان تشافى من شي مرض عنده قولون عصبي دابا بور لو مومون مرتاح منه. يعني داير ريجيم ديالو، النفسيه ديالو مزيانه، منين جات هاد الفاجعه بحال الا سا ديكلونشي. يعني بحال اللي شعلتي العافيه في واحد الحاجه اللي مهيئه. فوالا دونك بحال يدير لي اون بوسي. دونك خصنا نحاولوا ما امكن نتجاوزوا هذا الوضع هذا ونديروا ديما في بالنا باللي اي حاجه نيجاتيف
فيها البوزيتيف يعني نخرجوا الايجابيات. الحمد لله الدعم اللي تلقاوه داك الناس ما كن يعني كتفرحي كتفرحي كتشوفي داك الشيء واصل ليهم وهذا يعني ما نكذبوش على راسنا، راه المعنويات طلعت من شفنا باللي الشعب المغربي كيساعد فوالا الحمد لله هادشي ساعدنا بعضياتنا قلوبنا على بعضياتنا فوالا وتجندنا خلينا هياك الحمد لله في صف واحد. وحنا غاديين اكيد مسلسل بناء راه غادي يستمر وحنا الحمد لله مساندين خوتنا وحبابنا أقاليمنا ديال الحوض الصامد. أنا تنقول ديما أقاليم الحوض الصامد وغادي يبقى صامد إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور نورا كتهلي شرنا على كل شيء كيبقى فقط الاحتياطات الوقائية أني نرد بالي من ماكلتي ما ناكلش كثير نحاول نخلي معتي شوية شوية ياك. أيضا إذا كان عندي مثلا اضطرابات تكلمنا على الإسهال المفرط وكذلك حتى الإمساك تهي دوافع أني نمشي نشخص يعني الإسهال كيعرضني للاجتفاف كيعرضني بزاف ديال المشاكل خصوصا إذا كانوا ناس شوية متقدمين في السن كنخافوا عليهم ياك. ايضا قلنا المقليات وهذا لا داعي في هذه الوقيته هذه ياك نحاول نقدوا الوجبات ديالنا وشرب الماء نشربوا الماء بكميات كافيه خارج الوجبات باش ما نعاودش نديروا الغازات. هذا الشيء اللي كاين كيظهر ليا وان شاء الله الكمال لله. شكرا لك دكتور نور عقل العفو على حضورك معنا حبيبتي وخديتي من وقتك باش تكوني حاضره معنا تنورينا وكذلك تطمني المستمعين ديالنا. تبارك الله كان كم كبير ديال المكالمات مع دايره ما قدرناش ناخذ مكالمات اطول ولكن نتمنى ان الرساله تعم. ناخذ نفس عميق ناخذ نفس عميق لدار الله ليه تكون الحمد لله. الحمد لله ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا يكون يقيننا بالله كبير والأمور إن شاء الله غدا وفتح السن في الأيام القادمة بإذن الله. غادي نشوف فاصل قصير ومن بعد راجع